نتحدث معكم إلى شأن آخر وهو الشأن العسكري. عبر الهاتف من دمشق ينضم إلينا سيادة اللواء محمد عباس نائب مدير الأكاديمية العسكرية العليا السورية سابقا. سيادة اللواء أرحب بك. السلام الله عليكم وعلى مشاهديكم الكرام، صباح الخير. صباح النور يا فندم. دعني أتحدث معك عن الدعم العسكري التي تقوم به تركيا لدعم الإرهابيين في سوريا، تفضل. يعني تركيا لا تقوم فقط بسد دعم الإرهابيين، تركيا استطاعت أن تصنع في بلادنا جيوشا بديلة، بروكسي ووريرز، بروكسي أرميز. هذه الجيوش البديلة تنفذ لتركيا مخططها في المنطقة. ودعيني أوضح المسألة، إن تركيا لا تستهدف سوريا على الإطلاق فقط. نعم. إن تركيا تستهدف تركيا مصر والمغرب وتونس وأفغانستان والباكستان، إن تركيا تستهدف كل العالم الإسلامي من خلال مسألة أخوانة المنطقة عبر ما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الكبير والذي رسمه برنارد لويس وتنفذه الإدارة الأمريكية بأصابعها التركية. المشروع برمته فقط يرمي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط الكبير تحمل مشروع حزب العدالة والتنمية بنموذج الإسلام المعتدل المحافظ الجديد المسلم المتماهي مع المشروع الموساد أو مشروع الصهيوني في المنطقة. وبالتالي العدوان التركي على سوريا قام بصناعة جيوش بديلة. هذه الجيوش بديلة تشكلت من أكثر من 130 دولة في سوريا، واستطاع من خلال الغزو الثقافي والأخلاقي والإسلامي والقيمي واستطاع الدخول إلى عقول بعض أبنائنا، فبات بعض السوريين جنودا للجيش التركي وبات بعض السوريين يحملون السلاح لصالح تركيا. إذا تركيا عندما تقوم بتقديم السلاح أو الدعم الجوي أو الدعم الناري لقواتها البديلة، تركيا تؤمن الدعم لهذه المجموعات الإرهابية المسلحة، ولكنها جيوش تركيا البديلة التي تمارس الإرهاب ضد الشعب السوري وضد كل شعوب المنطقة من أجل تدميرها وسيطرة نظام حزب العدالة والتنمية، النظام الإخواني، على هذه المنطقة. بمعنى أوضح، أريد التركيز على هذه النقطة، إن الدعم العسكري هو جزء من الدعم السياسي والثقافي والأخلاقي الذي تحاول ترويجه تركيا في هذه المنطقة للسيطرة عليها. نعم سيادة اللواء، يعني كما نعلم أن تركيا بدأت بسوريا، يعني كانت هي سوريا المدخل الأول للمنطقة العربية، لماذا سوريا سيادة اللواء؟ سوريا بداية هي جسر تركيا أو جسر عبور تركيا إلى المنطقة العربية والمنطقة الإسلامية. وسوريا هي يعني العقبة التعباء التي تحمل سلوكا وهوية ونظاما علمانيا يبتعد كل البعد عن الهوية الدينية أو النظام الديني في الدولة. سوريا كانت تشكل حاضرة إنسانية ووطنية وقومية عربية. سوريا كانت عنصر أساسي من عناصر مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، لذلك تركيا وإسرائيل دعيني هنا أتذكر مسألة خطيرة جدا وهي داكلين بريك أو ما يسمى بالاختراق السلس لوثيقة صدرت عن معهد إنتربرايز الأمريكي عام 96 والتي طلبها نتنياهو، وكان من خلالها دراسه يعني تجعل من اسرائيل الكيان الاقوى في المنطقه. وكان فحوى هذه الدراسه ان على تركيا ان تقوم على اسرائيل ان تقوم بتدمير الجيش العراقي والجيش السوري والجيش المصري، يعني ان تعتمد على الاردن وتركيا في موضوع تكيك المشهد ضد سوريا من اجل تفكيك سوريا بداية وصولا إلى مصر ووصولا إلى العراق ودول المنطقة، لتكون إسرائيل هي الدولة الدينية الأقوى في المنطقة، وباقي الدول تتقسم أو تقزم إلى دول طائفية ومذهبية تكون جميعها ضمن الفلك الصهيوني وتنفذ المشروع الصهيوني. كانت تركيا العنصر الأساسي في عناصر الحرب أو في عناصر الشرق الأوسط الكبير أو الجديد الذي تحدث عنه شيمون بيريز ونتنياهو، وأعتقد أن مكان كتابه في كتابه مكان تحت الشمس يتحدث عن هذه المسألة. نعم. يعني أردوغان عندما نفذ مناورة دافوس وظهر أمام المسلمين على أنه خليفة إسلامي يدافع عن المسلمين، يوم أمس كان أردوغان أمام الجمعية العامة المتحدة يتحدث عن مسلمي روهينجا ويتحدث عن مسلمي سوريا ومسلمي العراق ومسلمي مصر وكأنه الخليفة الإسلامي، وتحدث عن فلسطين وأظهر نفسه على أنه مدافع عن فلسطين.
وفي الحقيقة هو كاذب ومنافق ومخادع، واستطاع أن يعني بكل دهاء أو بكل خبث استطاع أن يلقي صورة على أنه يدافع عن القضية الفلسطينية كما يدافع عن المسلمين في كل مكان من هذا العالم. إنه منافق دائما. سيادة اللواء، دعني أيضا أتحدث معك في نقطة أخرى وهي نقطة مهمة للغاية. ما قام أردوغان باختراعه عن طريق الحديث عن ضرورة عمل منطقة آمنة في سوريا؟ دعني أتحدث معك عن هذا الملف تحديدا. ماذا كان يريد أردوغان وما الذي وصل إليه؟ أردوغان منذ بداية الحرب على سوريا عام 2011 تحدث عن منطقة حظر السوي، ثم تحدث عن منطقة مزوعة السلاح، ثم تحدث عن منطقة آمنة. والحقيقة هذه المنطقة الآمنة يريد من خلالها بعدما استقطب الكثير من اللاجئين السوريين، يعني دعيني هنا أركز على نقطة، ليس كل لاجئ سوري في تركيا أو في مصر أو خارج سوريا هو معادي للدولة السورية على الإطلاق. ليس كل لاجئ سوري موجود خارج سوريا معادي لسوريا، لكنهم كانوا اقرب، يعني الحدود التركيه كانت اقرب اليهم، وبفعل الارهاب فروا باتجاه تركيا. اليوم اردوغان يحاول ان يمنحهم الجنسيه التركيه، ويحاول ان يروضهم ويعلمهم اللغه التركيه، ويرفع العلم التركي فوق الاراضي السوريه، ومن اجل ان تنتقل هذه العناصر او هؤلاء المواطنين السوريين ان ينقلهم رغما عنهم الى جنوب الى شمال شرق سوريا ويقوم باسكانهم، وفيما بعد ربما يقول ان هذه المناطق تركيه وان هؤلاء الاشخاص اتراك. بمعنى اخر انه يريد الاستيلاء على الوعي والعقل السوري وعلى الاراضي في سوريا. يوم امس امام الجمعيه العامه المتحده قال انه اذا ما تقدمت المنطقه الامنه ووصلت الى حدود الرقه ودير الزور والحسكه، فهذا يعني انه سوف يسكن 3 الى 4 مليون سوري. بمعنى اوضح انه يريد احتلال معظم الاراضي السوريه في شمال شرق سوريا، ابار النفط والمياه والقمح وغيرها من الثروات الباطنيه والزراعيه السوريه. نعم، وصلت صوره. كنت ضيفي عبر الهاتف سياده اللواء محمد عباس، نائب مدير الاكاديميه العسكريه العليا سابقا في سوريا، شكرا جزيلا لك. في ذات السياق أيضا، ولكن هذه المرة نتحدث عن الشق الاقتصادي، ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور جمال سلامة، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بورسعيد. أهلا بك يا دكتور، صباح الخير. جامعة السويس. نعم، خليني أتحدث مع حضرتك عن الجانب الاقتصادي. إلى مدى وصلت تركيا اقتصاديا في هذه الأثناء، وما الذي أدى إلى وصولها إلى يعني هذا الانهيار الاقتصادي الداخلي؟ بالطبع هذا الانهيار الاقتصادي هو أو التدهور الاقتصادي هو نتاج لسياسات. البعض بيتحدث أن بيقول أن الاقتصاد هو الذي يقود، لكن بالطبع السياسة هي التي تقود الاقتصاد، إما إلى مستويات المستويات التنموية أو إلى تقوده إلى الهوية، ما يقوم به رئيس أردوغان من سياسات يعني أقل ما توصف أنها سياسات فوضوية في المنطقة أو داخل تركيا في بشكل خاص، هي التي قادت أو هي التي أدت إلى تدهور، سواء كنا نتحدث عن تدهور قيمة العملة، تدهور التدفق السياحي أو حركة التجارة. كثير من قطاعات الاقتصاد التركي تعاني بسبب هذا الاداء الاقتصادي المتخبط الذي يقوده تركيا والذي ورط تركيا في نزاعات كثيره داخل المنطقه. نعم، عن هذه ايضا اتحدث معك عن هذه النقطه تحديدا دكتور جمال، يعني الان دعم الارهابيين في المنطقه العربيه عن طريق تركيا، الاموال التي تضخها تركيا في دعم الجماعات الارهابيه او العمليات الارهابيه في المنطقه العربيه، هذه الاموال من اين تاتي؟ وهل يعني هل يمكن استغلالها في الداخل التركي؟ يعني انت بالتاكيد تفهم ما اقصد دكتور جمال. نعم نعم، منذ بدايه ظهور ما يسمى بجماعه داعش او كل هذه، كثيرا ما قلنا ان هذه الجماعه انظري منذ بدايتها الى اي اراضي انطلقت، انطلقت الى العراق الى الموصل وقصر المناطق في العراق. كان البعض يتفهم يقول
دكتور جمال، أنا بعتذر لا أستطيع سماعك بوضوح، ولكن بشكرك شكرا جزيلا. كنت معي عبر الهاتف الدكتور جمال سلامة، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السويس، شكرا جزيلا لك.